نسمع الحديث التالي. باب الحث على الصلاة على صلاة تحية المسجد. نعم. وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل، سواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها. نعم، هذا كلام دقيق من الإمام النووي متعلق بركعتي تحية المسجد، فهو يعرف ركعتي تحية المسجد بتعريف مختصر. ما هو؟ من يستطيع أن يختصر كلام الإمام النووي بكلمتين في تعريف صلاة تحية المسجد؟ من يستطيع؟ تفضل. أي صلاة يصليها العبد؟ بدي كلمتين بقول لك. أن يشغل المحل بصلاة. إشغال المحل بركعتين. إشغال المحل يعني قبل ما تجلس. إذن هاي تعريف تحية المسجد. ما هو؟ إشغال المحل بركعتين. طيب إشغال المحل قد يكون إشغال المحل بماذا؟ بصلاة فريضة، قد يكون بسنة الوضوء، قد يكون بصلاة الضحى، أي ركعتين، أي ركعتين تسد عن تحية المسجد. هذا شيء مهم تنبه إليه. لذا حتى لو جيت أنت متأخر على الصلاة والصلاة قائمة، فصلاة الفريضة هاي بتسد عن إيش؟ تحية المسجد. صار في عندك ضيق وقت، أصلي السنة القبلية للظهر ولا تحية المسجد؟ لا، السنة القبلية بتسد عن إيش؟ عن تحية المسجد. لكن الخلاف بين أهل العلم، السنة القبلية وسنة الوضوء بنفع يكونوا بنية واحدة؟ قال النووي: تأملت هذه المسألة 24 سنة فقلت أرجو ذلك. يعني تؤجر على النية، الأفضل الفصل، صلي ركعتي سنة الوضوء وركعتي إيش؟ سنة القبلية للظهر. لكن إن ضاق الأمر ففي نيتك قال أرجو ذلك. كم تأمل هذه المسألة؟ 24 سنة. هو قديش عاش النووي؟ 45 سنة عاش، يعني أكثر من نص عمره وهو إيش؟ بفكر في هاي المسألة. نسمع الآن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طبعا بعض الناس بقول لك: يا شيخ طب أنا دخلت المسجد وبدي أشرب مي عطشان، وفي نهي إني أشرب وأنا قائم ولا أجلس؟ هنا يوجد إيش؟ عمومان. والقاعدة: إذا تعارض عمومان فنقدم العام المحفوظ عن العام المخصوص. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما؟ نعم، ورد في زمزم، ورد من قربة معلقة، إذن عند الحاجة. فإذا كان عندك حاجة للماء بحيث أنه أنت راح تشوش عليك في صلاتك، فبالتالي اشرب ماء واجلس بعدين قوم صلي تحية المسجد. وخصوصا أنه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة عندما رأى رجلا دخل المسجد وجلس في يوم الجمعة ولم يصلي ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت قبل أن تجلس؟ شوف تأكيد صلاة إيش؟ تحية المسجد حتى في صلاة الجمعة، مع أنه صلاة الجمعة الاستماع إليها واجب، ومع ذلك قال له: أصليت قبل أن تجلس؟ قال: لا يا رسول الله. طبعا عند ابن ماجه إسناده ضعيف أصليت قبل أن تجيء، فبعضهم يحتج بهما على سنة القبلية لإيش؟ للجمعة. هذا حديث ضعيف. أصليت قبل أن تجلس؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فصليهما وتخفف بهما. هذا وقت تخفيف. الشاهد أنه ينبغي لك أن أنت حتى لو جلست فسنة أو صلاة تحية المسجد لا تذهب، فعندها أنت عطش اشرب ماء وأنت جالس، فلم تنتهي تحية المسجد، قم بعد ذلك وصلي تحية المسجد. نعم.